وبين محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن هناك تواصلا بينه وبين وزير المالية لضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد بكافة القطاعات. نتابع. السياسة المالية لدى وزارة المالية والنقدية لدى مؤسسة النقد هناك الحقيقة تنسيق جيد جدا، يعني تواصل مستمر بين وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، وهناك تواصل على المستوى الفني أيضا بالنسبة للقائمين على السياسة النقدية في مؤسسة النقد، ووزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام بالنسبة للإصدارات. طبعا الهدف الحقيقة من التنسيق هو ضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد بكافة قطاعاته.